من 2010 14 سنة أنا ما زرت سوريا وما زرت الشام اللي أنا عشت فيها أكثر من سنتين. أنا وسانشاين اليوم نازلين على قلب الشام ناكل بأجمل إطلالة بقلب الشام ومن أطيب المطاعم الموجودة بالشام. أنا في حياتي ما نزلت على سوريا، هاي أول مرة. تعالوا لنفرجيكم شو عم بيصير معنا اليوم. I'm excited. هيدا حلم من أحلامي عم يتحقق. كان عندي حلم إني أزور سوريا حقيقة. إنه أنا طفلة كنت بحضر دراما سورية طول الوقت، عشان هيك ممكن بتميل لهجتي في بعض الأحيان. الناس بيقولوا هاي سورية من الأكسنت لأنه الدراما السورية، يعني أنا حافظة كل الممثلين السوريين من طفولتي. So أنا كتير مبسوطة، خايفة شوي. بس ليش بدك تكوني خايفة؟ أنت معي هون أول شيء. ما بعرف يعني. إن شاء الله سوريا بلد صحيح. أعطانا الحدود الجمارك اللبنانية، هلا نحن بين الحدود اللبنانية السورية. اللبنانيين كتير لطيفين على الحدود الصراحة، سهلوا لنا طريقنا. هلا بنشوف الحدود السورية كيف حتكون. تحية للأمن العام للجمارك اللبنانية على الحدود وهالمعاملة اللطيفة. وقتها تقطعوا حدود اللبنانية لتوصلوا على الأمن العام السوري في ديوتي فري. يلا نفوت نشوف شو في جوا وناخذ لنا كم غرض معنا. شو؟ وصلنا على السوق الحرة السورية، بدي اشتري قنينة عطر صراحة. والله صدقيني آخر مرة جيت على سوريا قلت لك بال 2010 مرقت لهون اشتريت قنينة برفان بدي انزل على شغلي. بليز. بدي اجيب فيزات شو اليوم. على فكرة ستور كثير كبير، يعني صحيح السوق حرة بس في كل شيء بقلبه، بتشوفوا كل شيء بقلبه. كل الاساس اللي انتم بدكم اياها تطلبوها موجوده بقلبك كانكم بمطار بيروت. استغربت والله على قد كبراني وفيها كل شيء بقلبك. ثانك يو. اوكي باخذ اثنين. خلصنا الشوبينج بالديوتي فري، تعالوا نروح على الشام. وين حتغدينا؟ اول شيء حروح على جبل اسيوط ارجيك بالشام من فوق قد ايه حلوه. بعدين رايحين على جنة سيدنيا. ويلكم تو سوريا. ما في ارسال. انا ناسي الطريق، ناسيها 100%. يعني انا شفتها 10 سنين مش قادر حدا ما بعرف اذا حاتذكر، بس حامشي على طريق انا بتذكرها من 2010. سو نحن ضايعين في الشارع. نحن هلا حرفيا بالاراضي السوريه. I'm excited وجوعانه كثير. طبعا بدنا نتشكر كمان الحدود، الامن العام السوري والجمارك السوريه. قد ايش صار لك فاتح هذا المحل هون؟ 2014. نحن وين ما وقعنا هلا حاليا؟ جديدة كابوس. أول لقمة سورية عم ناكلها عندك هون بمحلك. أهلا وسهلا. شو اسم محلك؟ مطعم الجعفري. أول نقطة حدودية بين لبنان وسوريا هي منقوشة الجبنة. سلم الديات، شكرا. سانشاين. أول شيء عم ناكله في سوريا منقوشة زعتر وجبنة. انت ما بتحب الا الزعتر والجبن. على الحمل سهري احب اللحمه بعجين. وقت توصلي على سوريا اما شغله لازم تشوفيها بسوريا وتقطعي حدا هي ساحه الامويه. كان فيها مي كثير حلوه، بتقطع من حدا المي عم تشرشي كلها من فوق لتحت. بتجنن بتجنن. نحن هلا بساحه الامويه. مش مبالغه، قلبي هيك كبه، اشتقت لك لسوريا. كل حدا بسوريا بظروف بال 2010 فل من هالبلد، تعالوا رجعوا عليها، اعملوا سياحه بقلبها، مطاعمكم طيبه، بلدكم بتجنن. شوفوا انه انا على طول بقول للبنانيه هذه، وكنت اقول اول ما بلشت، انتوا يا لبنانيه تعالوا على بلدكم دعموا السياحه، وهلا بنقول للسوريين اللي فلوا، تعالوا على سوريا دعموا فيها السياحه، ومشوا معنا نكرم من اطيب المطاعم الموجوده بالشام هي بصدنايا، يلا تعالوا. هلا نحن بطريقنا على مطعم جنة صدنايا، اصحابنا اللي استقبلونا حجزوا هوني، خلينا نروح ندوق الاكل فيه بهذا المطعم ونشوف طيب ولا لا. بعدنا واصلين على مطعم جنة صدنايا. أنا كتير جوعانة وحناكل الأكل السوري في سوريا لأول مرة. بسم الله المحل كتير كبير. كتير كبير وتتوقع يقدروا ياخذوا كل السيرفيس اليوم. شو بدنا ناكل ثاني جهاد؟ شو بتمرن عليهم جاهزين؟ محل محلك وأهلا وسهلا فيك أول شيء مالك. قلت له إنه حنقيمه اليوم؟ أكيد هو يتقيم أكل. بدي أشوف قديش رح يقعدوا وقت لينزلوا السيرفيس لأنه عندهم عدد كبير. إذا في مشكلة بالأوبريشن جوا حيتأخر السيرفيس. خليني خبرك شغله، مطعم مثل هذا بساع 2000 3000 شخص لتعملي له اوبريشن، يعني اليوم انت كل العالم اذا قعدت مع بعضها يعني مينيموم اوردر 30 35 دقيقه لينزل. قد ايه قوي الشيف جوا، قد ايه قوي تقسيم المطابخ جوا ليقدروا يطعموا العالم كلها مع بعضها، لانه ست البيت اذا بدها تطبخ لاولادها اربع اشخاص بدها لها ساعتين.
فهذا مطعم الساعة 3000، كيف بتاكلوا انتم 25 دقيقة؟ هون الاوبريشن بتصير جوات المطبخ وعملية توزيع المهامات بشكل صحيح، بيطلعوا الأكل كله مع بعض. محمد شو موجود بهذا الصحن؟ خس قنديل، كشك خضراء، بسطرمة، غبة معاز. والله I'm excited to try، يلا نجرب. خلص. توش دبولي، خضرة مشكلة. حوالي 7-8 أنواع خضرة، التبولي. بس خبرنا بليز شو حاطط لنا؟ دفي نية مؤلفة من كبة أورفلية. هبره نيه، كبه نيه. هيدي ارض شوكي، هاي مطبوخه بالزيت. اوكي يالنجي. اوكي مطبقه تبل حمص. لبنه الجرد هاي مشهوره فيها صيدنايا. والله زي ما قلت لك خلينا نجرب ونحكم. هلا الدكتور تعطينا رايك. تعملوه فريش قبل؟ فريش. هلا حسيت البندورة واضحة مبينة فاش سلسة كتير التبولة حامضها 100% زيتاتها رائعة جدا والبقدونس فريش كمان الحمص اللون المنو مبرغل المالس كريمة إذا انت تدوي كتير طيب دمة المعزة شغل صدنايا مثل الزبدة واو طيب كتير صح طيبة جبنة روكفورد مع الوالنات مع الجوز بخص القنديب هيدي ايطالية كمان لازم تجربيها I like it هيدي المرحنة هي فيها بربو والكفتة بشق القلب زيت الزيتون مفيد واللحمة طيبة كتير بس زيت الزيتون قدونة دي هذا زيت الزيتون شغل السنة المرورة بعدها بقلب هاي الكفتة جنون برافو على هذا المطعم صراحة برافو 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 شوفي هاي البسطرمة غنم أنا مني ما بحب البسطرمة بس هذه سوبر طيبة تعال ندوق البقر اكتشفت انه ما بحب بسطرمة البقر بس غنم طيبة كتير المطاطة شكلها خرافي صراحة بسم الله شو هيدا؟ هي بطاطا فريش؟ نقينا على الطبلية مع التوم جنني هذه البرك جبنة حبة البرك كتير طيبة معي جبنة الموزاريلا باني نكهة الجبنة جوا طيبة مش اشتهوه بالزعفر طيبة لحمة طيبة دكتور فود على 10 قديش بتقيمت له لهذا المطعم بالشام بعدين الساعة على 10 الراحة إذا بدك انا رح اجرب شي واحد هي راحه والبسكوت اوكي طيب كثير ايه انا غرامي الحلويات العربي هذا الورد البلدي الورد الشامي هذا ورد جوري شامي بلدي انا محلك حط لهم فتة فوق كريم تشيز النالو لازم يحط عليها جبنه جنن ما قلت لي هذا الصنف حينزل عندك بالمحل دكتور فود قهوه عربيه طعمة الشام والله طيبه مطعم جنة صدنايا بقلب الشام زورو وما رح تندموا هلا لوين رجعنا بيروت هلا بنرجع بيروت يلا الطريق معنا بيروت رجعني على بيروت بشكل سريع ومختصر خبرينا زيارتك على الشام رفحة رجع على البيت كثير انبسطنا الأكل طيب الجو حلو الناس كثير لطيفين وودودين طيب عندي سؤال أول مرة بحياتك تفوتي على سوريا شو الشعور يعني احنا على طول وقت نسافر You feel it's like home We love you guys وإن شاء الله ما بتكون آخر زيارة وأكيد جايينكم بزيارات كثيرة بعد هيك وحنصور عندكم كثير أشياء